نتكلم فيها، بس برضو مش عايز اسيب فكره الانسجام، لان برضو نفس الفكره ديت مش هتنطبق على يمكن منتخب او لعيبه بعينها. كمان المفروض الانسجام دوت يحصل ما بين المدير الفني والجهاز المعاون. يمكن برضو الايام اللي فاتت الناس يعني ارجعت الاسباب او الاداء الغير جيد ده للنتيجه للعلاقه، مش هنقول اللي مش طيبه، بس هنقول التي يعني مش على ما يرام، لا مش على ما يرام، خلينا نسميها كده. يعني ما بين كابتن حسام البدري والجهاز المعاون له، شايف انه دوت حصل بالفعل وبالتالي اثر على الاداء اللي الناس انتقدته ومش راضيه عنه بالمره؟ لا انا ما عنديش المعلومه دي خالص. انا عندي يعني طبعا ممكن الكابتن حسام البدري بيمشي بجهاز، يمكن كابتن احمد ايوب معاه على طول، كابتن سيد معوض معاه على طول، يمكن هو اللي دخل عليهم كابتن طارق مصطفى وكابتن ايمن طاهر. محمد بركات شغله اداري بحت، يعني اداري بحت، ما عندوش يعني المفروض طبيعي جدا ما يقولش. بس من ضمن الجهاز الكابتن محمد، صح؟ يعني من ضمن الجهاز المعاون للكابتن، ولكن كرؤيه فنيه برضو الكابتن هاني موجود كمدير فني، مش هيقبل ابدا ان مدير كوره او مدير منتخب، هو شغل محمد بركات اداري وتنظيم اداري ده اللي انا اقصده، فمش هياثر فنيا خالص على الموضوع. بس انما ما افتكرش ان في اي مشاكل. كابتن حسام بدري برضو نديله حقه، المدربين اصحاب الشخصيه القويه، مش هيسمح لحد. طبعا انا اشتغلت كمدرب عام، مدرب مساعد، بيبقى رايي استشاري لازم اقوله، ولازم، ولكن القرار الاول والاخير بيرجع للمدير الفني اكيد. وبعدين خاصه انك لاعب كوره كمان، او كنت لاعب كوره. انا قصدي ان يعني القرار بتاع المدير الفني، انما الاراء يعني لازم يبقى لينا كلنا اراء. ساعات بتختلف في الاراء، وانت اكيد مريت، انت كمدرب عام اكيد كان ليك رؤيه مختلفه شويه عن المدير الفني، لكن بتتكلموا في غرف مغلقه، لكن اولا واخيرا قراره هو. واول ما يطلع القرار بيبقى قرار جماعي، بيبقى قرار جماعي، وده اللي ده الاحترام، وده اللي بيخلي المدير الفني اللي هو بيتحمل مسؤوليه. ممكن احنا نقعد ونكمل، ولكن المدير الفني هو اللي بيمشي عشان بيبقى هو صاحب القرار.